حياكم الله مشاهدينا ويا هلا ويا مرحبا معاي بحلقه جديده وتواصل جديد من برنامج اهل الديره ومثل ما تعودتوا على برنامج اهل الديره كثير من الامور الايجابيه السلبيه اللي نطرحها نناقش كثير من القضايا تربويه اكاديميه سياسيه رياضيه ولكن اليوم لنا وقفه فنيه وهذه الوقفه الفنيه هي وقفه فنيه ذات طابع اكاديمي دائما ما نتكلم عن المسرح ونناقش المسرح النوعي ونتكلم عن المسرح التجاري نتكلم عن المهرجانات التي يقيمها الشباب وعن مهرجانات الدوله المحليه وعن المشاركات الخليجيه اليوم راح ناقش يعني هذا الموضوع مع شباب عنده خبره، وشباب ما شاء الله عليهم قدروا خلال فتره قصيره ان يرسمون طريق النجاح المسرحي، وخلوا اسم الكويت يشارك في كثير من المهرجانات الخليجيه ويحقق الكثير من الالقاب. دوله الكويت رائده في المجال المسرحي، ولكن الاستمراريه في هذا المجال والاستمراريه في هذا النجاح حتى تكون رائده وتستمر في هذه الرياده، المفروض ان شبابنا يحافظون على هذه المهمه. ضيوف طيب الكرام اللي راح يكونون معنا اليوم البارت الاول او الجزء الاول راح يكون معي الفنان والمخرج المسرحي يوسف البغلي حياك الله معي في برنامج اهل الديره الجزء الثاني راح يكون معنا المخرج المسرحي علي العلي والكاتب محمد الكندري راح نناقش معاهم ايضا قضايا اكاديميه ونتكلم عن الروايات انا مجهز لك اسئله بس انت تقول ما نبي من الورقه <applause> اذا يعني ما تبي من الورقه نقلب من الورقه ونخليها سوالف ودردشه يعني شبابيه ونتكلم عن المسرح وعشنا ايام المسرح قبل صل... اسبوع اعتقد كان عندي الاستاذ صالح الحمر وكانوا عندي من عمان اخوي محمد النهاري محمد العامري محمد ويعني تكلمنا عن كثير من الامور اللي تخص المسرح وشان المسرح خلينا نتكلم بدايه عن المسرح اللي طاف اللي قبل اسبوع مهرجان ايه. الثالث عشر تكلمنا مهرجان. عن هذا المسرح ومشاركتك فيه طبعا آه هذا مهرجان آه الكويت المسرحي دول يعني يعتبر هو بالنسبه لنا احنا اه كشباب هذا اكبر مهرجان مسرحي يعني نعم. وهو مهرجان محترفين اه لان اللي قاعد يشاركون في هذا المهرجان اه دكاتره اساتذه مخرجين كبار وشي فهذه فرصه لنا احنا كشباب ان احنا ندش مع الاساتذه هذه ونتنافس معهم في المجال المسرحي في هذا المنافسه كانت عاد والله بالنسبه لي انا كانت المنافسه مرعبه صدق يعني فعلا لان انا صار لي فتره يعني ابي اخذ الاخراج بعد تخرجي من المعهد العالي المسرحيه بس الاخراج شيء صعب يعني ومرحله يعني هي يبي لها جراه ويبي لها خاصه ان هذا مهرجان يعني يعني ما يصير تغلط فيه محاسب لاي شيء انت محاسب وقاعد تنافس اساتذه كبار يعني مختصين صار لهم سنين في هذا في هذا المهرجان فبالنسبه لي انا هذا كان مجازفه سلاح ذو حدين حتى كنت اكلم الشباب اقول لهم انا يعني صار لي فتره تقريبا ثلاث سنوات ابي أخذ مرحله الاخراج خلاص يعني بس كنت شوي قاعد اتريى على اساس ابي اكثر ثقافه، اكثر دراسه، اكثر يعني ممارسه وخبره وكذي قبل اخذ هذه المرحله. وقلت لهم احنا بندش ونبي ننافس زين وان شاء الله يا رب يعني الله يعطينا على قد نيتنا في هذا المهرجان. يعني شاركت في المهرجان اللي طاف؟ أي هو في نيرفانا في نيرفانا كلمنا عن نيرفانا، أجواء نيرفانا، من هي نيرفانا؟ من هي؟ ويعني بعد ما قدمت نيرفانا نعم. شو كانت ردود الأفعال؟ اوكي، راضي عن نيرفانا؟ لا الحمد لله إيه راضي عن إيه؟ كل الرضا يعني، <applause> كل الرضا، طبعا أول شيء أوجه تحية كبيرة كبيرة للمؤلفة فاطمة المسلم نعم. وهي كاتبة مسرحية نيرفانا. الفترة اللي طافت يعني تقريبا بحدود السنة ونص أنا كنت بس يعني في مرحلة قراءة لنصوص نصوص عالميه، نصوص عربيه، نصوص محليه وكذي أه وكنت ابي اختار النص اللي انا شايف مناسب يعني بالنسبه لي ودش داخلي يعني فتميت فتره يعني فعلا متردد حتى كنت استشير يعني اساتذه عندنا في مسرح الخليج العربي مثل الاستاذ عزيز صفر والاستاذ عبد الله العابر ومجموعه من الاساتذه ايضا احلام حسن على النص يعني اختيار النص الين اقترحوا لي عليه يعني اقترحوا انه اقرا يوسف مسرحيه نربانه نعم للكاتبه فاطمه المسلم. بس قالوا لي هذا العمل صعب وصار بايد اكثر من مخرج يعني وما اشتغله يعني لاسباب معينه. قريت النص حبيته مع اني شفت فيه صعوبه وايد كبيره وان هذا كاول عمل انا يعني راح يكون من اخراجي. العمل ضخم العمل كبير العمل محتاج مجموعه كبيره محتاج في سطور في مفاهيم في خاصه إنه قاعد اتكلم عن عن اشياء كثيره يعني عن البوذا وعن الـ 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 الديانات وعن امور كثيره اللي هي هي يعني وهي النربانه اللي هي عند مثلا البوذا او الهندوس او شو اسمه تجرد الناس من جميع الملذات ومرحله النعيم انك انت توصل انك انت تفصل حياتك وخلاص توصل في مرحله ان انت تتجرد كان النص يعني عبثي يعني هو 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 مش عبثي يعني لكن في في مفاهيم يعني يمكن فاطمه شوي المسلم هي وايد تبحث في الاساطير مم. في في دول العالم يعني فهي كانت كاتبه بالتحديد وكان نصها نص واقعي كانت تتكلم عن البوذا في الهند مرحلة البوذا وشنو الطقوس اللي هم كانوا يعيشونها. فبعد الدراسة دراسة النص فترة طويلة وبعد قعداتي ويا فاطمة المسلم بالنص قلت لها فاطمة أنا هذا النص ما أبي أقدمه بشكل واقعي. لا لأنه هو قاعد يمس حتى شغلة في المجتمعات العربية وفي مجتمعنا وفي حتى يعني المجتمعات الثانية. قلت لها أبي أجرد النص زين وأبي أخليه نص غير واقعي. وقاعد يتكلم يعني هذا الدين اي اي مجتمع فيه دين يحكمه يعطي فيه. القواعد يعطي المبادئ يعطي القيم يعطي الامور هذه كلها فخلينا خلينا نقول هذا الدين في اي اي يعني اي مجتمع في العالم وهذه القصه اللي هي الحياه تمثلت في حب شخصية شخصيه البطل مع الفتاه اللي هي محتر... يعني هذا هذا دينها وهذا اعتقادها ايضا هذا الحب والحياه موجوده في اي مجتمع من الاف السنين موجوده في السنين كلها اللي راحت يعني فخلنا ناخذ العمل هذا ونجرده من هالاشياء هذه ونتكلم هذه آه كانت فكرتك وجهه نظر اي وجهه نظر آه الحمد لله شفت تعاون كبير منها واستقبال منها للمعلومات بشكل كبير فكنا انا وياها نتعاون في الافكار في مشاهد في مشاهد انا وياها يعني انهدمت وانبنت مره ثانيه من جديد زين طبعا كله لصالح العمل يعني نعم والحمد لله قدمنا هذا العمل في هذا المهرجان ويعني الحمد لله لا الف الف الحمد لله ان شفنا ردود افعال وايد جميله نعم يعني اهميه قراءه النصوص ترى مو من الاوراق ايه <تصفح> <تصفح> آه للعلم انا ايضا يعني قرات كثير من النصوص المسرحيه وتاثرت فيما تاثرت من كتاب في المجال المسرحي على سبيل المثال فاروق جويده عن توفيق الحكيم عندك اسامي كثيره طبعاً وكبيره في المجال يعني المسرحي، طبعاً. اذا جئنا للمسرح اللي قبل نشاته في لبنان من مارون النقاش وسليم النقاش اعتبر انا ترى اخر العنقود في المجال المسرحي توني <applause> قاعد اقرا معلومات حلوه لا. يعني للامانه قرات يعني نصوص مسرحيه هذه السنه بدات اقرا في النصوص المسرحيه، أوكي. السنوات اللي طافت كنت اقرا في الروايات نعم يعني. هذه السنه قاعد ادرس النصوص المسرحيه، قرات يعني دماء على اسوار الكعبه او على استار الكعبه، قرانا قيس ولبنى صحيح. قرات نصوص مسرحيه كثيره الى ما النهايه ممتاز. ولكن لما نيجي الى واقعنا نشوف شبابنا ما شاء الله عنده حب للكتابه وياه الكتابه ولكن لما الخبره اللي عنده ما يكون عنده خبره يقولك يقول والله انا مجرد هي رؤيه هل القراءه مهمه طبعاً. حتى انا اثمر نص مسرحي؟ طبعا اكيد اكيد هذا بالنسبه للمؤلف وبالنسبه للمخرج مم. قراءه يعني من اولويات طيب الـ الـ يعني انت مخرج البعض يقول انا مخرج ما احتاج اقرا ليش؟ لا بالعكس هو القراءه اول شيء تثقيف إن هو ي... لازم يفهم يعني المجتمعات الثانيه وثقافه المجتمعات الثانيه سواء كان اقتصادي او خاصه هذا المخرج المسرحي يعني قاعد اتكلم لازم يفهم بالسياسه وبالاقتصاد وفي امور كثيره يعني زين هذه من الثقافه اللي احنا لازم نقرا فيها يعني خ... يعني حتى المخرج والمؤلف ما راح يقرا بس نصوص مسرحيه لا راح يقرا ايضا كتب تخص مجالات اخرى مجالات ثانيه عرفت نفس الشيء المؤلف على تتوارد الرؤى اللي هو الاخراجيه اللي تكون عنده يكون على يعني معرفه نعم. عرفت شلون وثقافه يعني حتى لما انا اتكلم احنا عندنا بعد اي عمل عمل نوعي والاكاديمي بعد اي عمل في وراء ندوه تطبيقيه طبعا والندوه التطبيقيه يعني اللي قاعد يمسكون الندوه التطبيقيه كلهم اساتذه كبار يعني يعني دكاتره ومخرجين كبار ونقاد وصحافه وامور هذه فانت اذا ما تكون على ثقافه عاليه في قراءتك وفي معلوماتك كيف راح ترد على الاستفسارات او الاسئله اللي راح تتوجه لك شيء طبيعي هذا شيء طبيعي لازم والمخرج يعني انا من وجهه نظري هذا انا اشوف المخرج الصح والمخرج اللي يعني قاعد يتطور هو المخرج الدائم يعني دائم القراءه ونفس الشيء بالنسبه حق المؤلف حتى المذيع اكيد طبعا <applause> كل المذاع بعد انت لازم <applause> إيه طبعا لا انا اهوى القراءه وانا ايضا يعني حاولت ايضا أن اكتب في مجال النصوص المسرحيه وتدري الماده اللي عندنا مقرر علينا ان نكتب نص مسرحي ونقدمه ونمثله، تعال انت قدم النص وانت مثل وانتهي بجروبك والتجارب اللي عندنا يعني ربما تكون بسيطه ولكن هذه مهمه. طيب ناتي للنقطه يعني اللي تكلمت عنها حيث انتهيت ان كل مسرحيه المسرح النوعي الاكاديمي بعد ما ينتهي يكون هناك ندوات وهذه الندوات يتم فيها نقد العمل. اهميه النقد للمخرج للكاتب للممثل وان تاخذ هذه النصائح يعني مو بس اني اسمع الحين بينتقدوني صح فكك عاد؟ تسمع تستفيد وترد الرد الاكاديمي المثقف صح شنو اهميه هذه الندوه هذا طبعا مهم طبعا انا اتكلم عن النقد البناء يعني للاسف للاسف وانا بتكلم اتكلم بكل عفويه يعني نعم. احيانا والبعض قله يعني يطلع لك في الندوه هو فقط نقد للتجريح او نقد لتصفيه الحسابات معينه واي عرفت شلون؟ ان انا يعني إن انا انتقدت انا انتقدت وانا أيه. طلعت على المايك وتكلمت وقلت ونحط ترى حتى أيه. البعض والله انا يعني للاسف انا اسف على كبارك البعض عنده نقص هو اي للاسف إيه. إن هذا فرصه طبعا فرصه فرصه انه هو خلاص الكل موجود والجمهور موجود وهذا راح ينكتب في الصحف جي لكن لا بالمقابل طبعا والاكثر لله الحمد طبعا في نقد بناء والنقد البناء حتى لو يعني ممكن يصل لمرحله والبعض يعني يوصل لمرحله التجريح هو مو القصد بالتجريح هو القصد ان تستفيد من اللي انا قاعد اقوله يعني ان اخطات وانا قلت لك هذا خطا وكان يفترض كيت كيت انك انت لا خلاص تاخذ هذه الملاحظات وتاخذ هذا النقد زين كيف تطور هذا الموضوع في العمل اللي انت قدمته يعني عرفت شلون؟ وهذا الاستفاده الكبيره يعني انا انا حتى في الندوه التطبيقيه وهذه كان لاول مره انا اعتلي اللي هي الطاولة الندوه التطبيقيه وكنت يعني كنت وايد خايف مرتبك وايد أه قاعد اشوف كبار ورواد المسرح الكويتي وكذي زين وتعال انا يا يوسف ابي فانا قلت لهم قلت لهم انا بالنسبه لي اليوم هذا حلم كنت احلمه يعني من فتره طويله وتحقق ان انا اشوف اساتذتي ودكاترتي ومعلميني قاعدين وقاعد يعطوني ملاحظاتهم ويعطوني على ارض الواقع و... أي على ارض الواقع في العمل اللي انا قدمته فهذا الشيء طبعا فجرم. انا فخور جيت يعني. متاخر جاي بسرعه بسرعه لا شربت الماي ولا ايه. شربت <applause> الشاي عموما على ما تشرب الماي على ما تشرب الشاي خلينا نذكر ايضا الساده المشاهدين ان طرق التواصل معنا اشرب يا اي وياك يا يعني. <applause> طرق التواصل معنا هي سهله مثل ما عرفتوا من خلال ارقام دائما تشوفونها اسفل الشاشه او من خلال الاتصال يعني ايصال الرساله عن طريق الواتساب او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تويتر الاكونت الخاص بقناه الكوت الكوت اندر سكور سي اتش او الاكونت الخاص فينا اذا يعني احد حاب يوصل لك واتساب تبي تقرا على الهواء ماكو مشكله ان شاء الله ايضا على تويتر فجميع الطرق متاحه للاسئله وللمداخلات نعود لاستكمال ما شربت الماء شربت الماء ترى برد الاجواء بارده محمود انا والله البرد ذبحنا اي أيوة ما شاء الله امس بعد مطره حلوه كانت المطر خير اي أيوة والله خير ان شاء الله الخير بقبال أيوة دائما ما نتفائل بالمطر ان شاء الله, شاء الله يا رب. والدعاء مستجاب طبعا اكيد اكيد ان شاء الله نتمنى لك التوفيق وانت ناجح ما شاء الله عليك انا احييك على اخلاقك الراقيه العاليه وبسرعه لبيت الدعوه للحضور ويعني الشاب البشوش اللي يشوفونه المشاهدين هو بشوش يعني بوجهه وباخلاقه ما شاء الله عليك تحدث عن المهرجان الشباب، انت اليوم ربما شاركت في المهرجان المحلي الدولي اللي يمثل دولة الكويت ووقفت أمام أساتذة ويعني مثلت الشباب خير تمثيل وهذا لا غبار عليه. مم. طيب خلينا نتكلم عن مهرجان الشباب. مهرجان شو رأيك بمهرجان الشباب بشكل عام؟ يعني النماذج التي يقدمها، المسرحيات التي تقدم للحضور وللجمهور، الشباب اللي قاعد يمثلون، المخرجين اللي قاعد يشون النصوص المسرحية التي تقدم أيضاً. صح. طبعا مهرجان الشباب وهو مهرجان مختلف نعم. انا بالنسبه لي تماما عن المهرجان المحلي وروحه لان روحه مختلف مهرجان الشباب اللي قاعد يشاركون فيه اغلبهم شباب نعم ومختلف طبعا الامكانيات بس هم كلهم ربع يعني ايضا تشوف هذا بالمؤلفين بالمخرجين بالممثلين اللي انا طبعا مهرجان الشباب ما حصلت لي فرصه اني اشارك فيه كمخرج دائما كنت اشارك فيه كممثل يعني مع زملائي وربعي اللي قاعد مهرجان الشباب فيها لذه لذه المنافسه. يعني انا قاعد اقول لك مهرجان المحلي شوي يعني احنا احنا كشباب لما نشارك فيه نكون شوي حاسبين الف حساب ومتخوفين انك انت بتوقف قبال اساتذه. مهرجان الشباب لا، ربعنا، يعني ربعي وصديقي وما شنو ففيها لذه المنافسه ان انت راح تشوف العمل مالي اللي راح اقدمه، انت لا انت راح تعال شوف العمل مالي اللي انا راح اقدمه، انا الشخصيه الفلانيه راح تشوف شو اسمه، يعني عندي زميلي وصديقي اللي احبه علي الحسيني نعم دائما انا وياه يعني انتصار يعني بحب يعني وبود يعني انه تعال هو يقول لي تعال شوف انا الكاركتر اللي مسويه بالمهرجان تقول لا تعال شوف انا شوف يقول <applause> له تعال شوف الكاركتر اللي انا مسويه بالمهرجان شوف الشغل كذي وهذا طبعا هذه هذا كله حب لنا احنا للمسرح يعني لان هذا نعم. هذا هذا المهرجان هو اللي قاعد يجمعنا هو اللي هو اللي يعني يعني انا حتى كنت اقول حق الاهل وخاصة يعني والدتي وكذي لان احنا شوي نكون قلة في البيت تواجدنا يعني لكثرة البروفات والشغل وهذا. لكن فعلا المسرح يعني احتوانا وهو بالنسبة لنا احنا البيت الثاني. لان احنا يعني نقعد فيه فترات طويلة بالمسرح بالبروفات وبالشغل وبالمناقشات وبقراءة النصوص والامور هذه كلها. فخلاص هذول كلهم يعني اخوان ولما ندش عمل ندش عمل واحنا كلنا على قلب واحد. يعني خايفين يعني اصغر ممثل ويانا واكبر والدو يعني اتكلم عن الادوار <applause> كل واحد يبي يشيل الثاني كل واحد هام ان احنا نطلع بعمل يعني يكون راقي ويشرف اسم المسرح ويشرف اسم المخرج ان كان مخرج وهو ماسكنا وتشيو هذا فتشوف هذه المنافسه يعني هي إيه إيه هي طاغيه على روح المهرجان هذا وبالنهايه حتى في توزيع الجوائز في ختام المهرجان تشي تلقانا كلنا حابين بعض ومستانسين وفرحانين اللي فازوا بالجوائز وفرحانين ايضا للي ما أخر جائزه زين في مشاركته في هذا المهرجان. انا احب اوصل رساله وانا دائما اذكرها هذه يعني في اي لقاء وفي اي يعني جلسه نقاشيه تكون بيننا وبين نعم. الشباب انا قبل رساله أكبر. قاعد اشوف صوره ودي اتعلق عليها هذه الصوره قاعد اشوفها اي تكلم عنها طبعا هذه آه هذا العمل في مهرجان ايام المسرح للشباب نعم مهرجان شبابي اي مهرجان نعم. الشباب هذا إيه؟ مهرجان الشباب اللي تقوم عليه الهيئه العامه للشباب والرياضه آه طبعا هذا ابو يوسف التميمي اوجه له الف تحيه نعم. آه هذه جائزه افضل ممثل دور اول ما شاء الله عليك إيه في مسرحيه آه المكيد نعم. من اخراج ناصر الدوب نعم وهذه اول جائزه انا اخذها يعني كممثل دور اول لهذا نعم. المهرجان يعني. كمان انتشل الجائزه من فم الاسد فم الاسد <applause> طيب نعود الى الرساله اللي حاب توجهها اي آه، احنا ما شاء الله ما شاء الله يعني في مجموعه كبيره من الشباب اللي قاعد آه تشارك في الدراما في التلفزيون ولها اسماء يعني ما شاء الله بالنجوميتها وكذي هذيل الشباب انا اتمنى يجرب نفسه ويشارك في مهرجان المسرح الاكاديمي والنوعي آه لانه راح يشوف متعه ولذه مختلفه تماما عن اي شيء ثاني. قولي ليش؟ طيب ليش؟ بالمسرح النوعي والمسرح الاكاديمي انت ممكن تقدم ادوار مستحيل انك انت راح تقدمها في اي عمل من الدراما او المسرح التجاري. ليه هي الكاركترات. نعم. انت كممثل تشوف نفسك وشنو هي قدراتك؟ لان انت اذا تبي تقدم عمل بالدراما راح تقدم شخصية ما في مجتمع يعني شيء من الواقع طبعاً. شيء من الواقع نفس الشيء عندنا في المسرح التجاري يعني تقريبا بس بالمسرح الاكاديمي لا انت ممكن تسوي شخصيات غير موجوده في الواقع يعني وهذا انت هني متعه الممثل نعم. مع الدور والكاركتر إن ممكن يقدمه وكذي فهذه مشاركتهم وايد مهمه، المسرح يطور الممثل بشكل رهيب يعني في ادائه وفي مخارج حروفه وفي الالقاء ماله وفي المعايشه مع الشخصيه ودراسه الشخصيه والامور هذه كلها تساعد انت كممثل وتطوره لقدام. فانا عندي مجموعه من الشباب يعني حبايبي اوجه لهم التحية شاركوا وجربوا كانت تجربه واحده وابتعدوا. ليش؟ وهذه ما... ما... هل عدم قدرتهم على أن يكون امام الجمهور او أن المسرح النوع الاكاديمي محتاج فنان يقف يعني على المسرح ولا يحتاج فنان. المسرح يحتاج فنان ولا يحتاج فنان، وأعتقد واضح اللي قاعد <applause> اقول لك يحتاج فنان قادر بادائه وقادر بجذب الانتباه، ولا يحتاج فنان فقط يعني ممثل يحفظ كم كلمه ويطلع يجامل المشاهدين. هل هذا يعني هو سبب رئيسي لابتعاد البعض هو هو, اللي... هو هذا سبب من الاسباب وهو تخوف وبالعكس في طاقات حلوه انا يعني في في مجموعه حلوه من الشباب بالدراما يعني مثلا مثلا على سبيل المثال وما بيأنس احد انا بس مثلا حمد العماني نعم حمد العماني احنا بالنسبه لنا احنا كشباب هذا فنان يعني ما شاء الله عليه يمتلك ادوات يمتلك طاقه ويمتلك موهبه جباره اه حمد العماني وصل مرحله وايد حلوه في الدراما لكن ايضا قاعد يشارك في المهرجانات وقاعد يقدم ادوار قاعد يقدم كاركترات وقاعد ياخذ جوائز. هل هذا السبب جعله يتفوق في المجال الدرامي؟ طبيعي هذا طبيعي لانه قاعد يطور نفسه مو واقف بس خلاص دش الدراما من عمل من مسلسل الى اخر ما شنو توقف عن المهرجانات توقف عن المسرح الاكاديمي لا وهذا ذكاء طبعا هذا ذكاء ممثل. نعم. ان انا كيف اصقل موهبتي واصقل طاقتي واطور منها في المهرجانات وفي المسرح الاكاديمي نفس الشيء عندك يعقوب عبد الله. نعم. ايضا أه ما قاعد يوقف مهرجانات يعني ما شاء الله يعني انا قاعد اشوف يعقوب أه بين مهرجان وبين مهرجان مشارك إيه بس الحزم. انت تعال يعني اخوي يوسف اذا انت تبي الفنانين يشاركون في هذا المهرجان مهرجان الشباب في هذه الحاله الشباب اللي يدى اللي حابين هم يدشون ربما يجون صعوبه لان في الفنانين راح يحتكرون ربما ال... لا بالعكس احمد بالعكس انت الحين لان هو شوف انت لما تبي تقدم عمل مسرحي في مهرجان يا اما مسرح اهلي يرعاك في هذا العمل او شركه خاصه زين او طبعا مسرح الشباب من اعضاء مسرح الشباب وش اسمه مثلا على سبيل المثال الحين خلينا نقول العمل الاخير من اخراج المخرج خلف العنزي المسرح الشعبي نعم كان في الاستاذ خالد المفيدي صحيح والاستاذ طارق العلي محمد ويعقوب عبد الله الفنان يعقوب عبد الله وفنانه غاده السني وفي مجموعه من الشباب معه يعني مثلا الفنانة منى فاضل آه عبدالله رويشد اللي أخذ جائزة أفضل ممثل واعد. واعد زين طيب هو شنو إحساسه وشنو شعوره وهو مع هالأساتذة اللي قاعد أكبر. الكبار قاعد يشتغل وياهم قاعد يستفيد منهم طبعا هو ما راح تكون استفادته بس مع المخرج من الأستاذ خالد لا مع أيضا الأستاذ خالد أمين وأستاذ و... أبو محمد وما شنو مو أنت هني هني الاستفادة وهني أنت كيف أنا قاعد فبالعكس الشباب ماخذين فرصتهم المهرجانات ايضا اذا كان في عمل حتى في ممثل مثلا معروف او شيء والباقي شباب بالعكس هذا تعاون ما بين الشباب فالمسرح انا بالنسبه لي الاكاديمي هو يعني النقطه اللي تطور الممثل وتطور كل قدراته يعني مواهبه طاقته اداء تلوين القاء مخارج حروف وهذا كلها من المسرح الاكاديمي فانا اتمنى يعني احنا ودنا ودنا الشباب ايضا غير التلفزيون والدراما ايضا تكون لهم مشاركات معنا في المسرح الاكاديمي طيب. انت يعني تحدثت بشكل كامل عن المسرح الاكاديمي وعن تجربه الاخراج انا راح اتكلم عن يعني بعض الجزئيات والمحاور ولكن ملحين خذوا فاصل صغير ريح ونعود للتواصل واياكم شاي باري. أبد ابدله لا رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مستمر معاكم في برنامج اهل الديره يا اخي لما يعلق الواتساب اي مشكله يعني يستفزني اي مشكله اضطر الشغله وعلى بنا راحت وما تروح بس عموما <applause> نعود لمهرجان يعني مهرجان الشباب والنماذج اللي قاعد يقدمها كيف ترى مستوى الشباب من يعني من دوره الى اخرى هل هناك تحسن الكويت رائده في مجال المسرحي وخصوصا الاكاديمي فهل ما زال الشباب محافظ على هذه المهمه والله شوف انا من وجهه نظر شخصية انا قاعد اشوف في تطور في تحسن كبير من الشباب. هذا أه طبعا بالاخص حق الشباب اللي قاعد يستمرون يعني ما يوقف يعني مو انه تجربه واحده وخلاص مع السلامه وشي لا في شباب متواصلين. أه في المهرجان الاخير هذا مهرجان الشباب أه شفنا اعمال راقيه اعمال حلوه يعني يعني عندك مسرحيه أه أه يوسف الحشاش. نعم. نسيت والله بالضبط اسم العمل بس كان تجربه جديده في وعمل لاول مره يوسف الحشاش يوسف اللي هي مالت الشباب مالت مهرجان أعتقد الشباب اعتقد طريق على الطريق لا على الطريق المهرجان المحلي هذا تو كان مال خالد امين لان انا سويت له برزنتيشن عندنا في الجامعه مجموعه من الطلبه <applause> سووا له برزنتيشن فاعتقد اسمها كان محطه او مو محطه 50 <applause> أه ايه نسيت اسمه والله انا بالضبط مو ذاكر الاسم بس هو شنو يعني حتى احنا قبل لا يعرض العمل كنا نسمع أن يوسف الحشاش عند عمل ومسكر كنترول فوق يعني, <applause> يعني لا عندك اضاءات ولا عندك مكسر مال الصوت ولا قاعد اقول شلون مسكر ال... الكنترول ليش يعني, يعني اي وهو كان طبعا هو مخرج وهو بطل عمل ممثل عمل يعني فانصدمنا انه يوم دشينا العرض وفتحت ستاره ولا المسرح اسود ديكورات سوداء لل... ل... 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 كل قطع المسرح سوداء زين آه طبعا كان كل اعتماد اضاءاته يعني الاضاءات مركبه في اجهزه معينه ومجموعه من الشباب لاسين اسود باسود وهم اللي قاعد ينورون الممثلين نعم. والشغلات الليتات اللي تشب وكذي فهذه كانت تجربه جديده واستمتعنا فيها احنا كجمهور وهذه اللي اول مره تكون آه مو كان غلافهم اللي ويوه اللي, ويوه. اللي وجوه اللي ويوه. عدل هذا ناسي والله ناسي الاسم بالضبط يعني فهذا تطور يعني حتى انا احد اساتذه والله كلمني ناسي ناسي بالضبط منو كان فقال لي قال لي هذا العمل لازم لازم يقدم برا الكويت ويشوفون يعني المواهب الشبابيه الكويتيه يعني شلون تطورها وين قاعد توصل نفس الشيء عندك الفنان عبد الله التركماني نعم قدم عمل مندلي مندلي رائع جدا رائع كان يعني نعم إيه وكان يعني مس قضيه حساسه وصلت لقلوبنا و الممثلين والفكره وفكره الديكور في العمل وهذا كان عمل متكامل يعني فبالعكس في تطور وايد كبير. في بعض الشباب لهم هف يعني زلات تكون في اعمالهم طبعا هذا طبيعي وارد خاصه في مهرجان الشباب انت قاعد تتكلم ان الواحد ممكن يكون مخرج يبي يجرب طاقاته ويبي يجرب مواهبه وكذي. زين فبالعكس انا اقول لهم استمروا. يعطيكم الف عافيه وكملوا وان كان في العمل ما يعني ما اخذ صيد جميل او ما لقى استحسان الجمهور او الصحافه او هذه طبعا هذه نقطه البدايه استمر في هالشيء هذا وادرس الموضوع طيب. اكثر وان شاء الله يعني انا بتكلم عن سواء المسرح الشباب مهرجان الشباب او المهرجان المحلي 13 نعم. اللي يقيم قبل اسبوع نعم اي واحد تبي تتكلم فيه اللي يريحك تتكلم عن المهرجان الاخير ايش كثر قاعد تسوون بروفات انا برافاتي طبعا استمرت بالبدايه انا كنت بشارك في مهرجان الشباب نعم وهذا كان الحكي قبل قبل رمضان نعم يعني فكان فتره تجميع الكاست من الممثلين وكذي وصارت عندي شويه مشاكل يعني مع ممثلين انه صار في ظروف معينه وكذي بعدين دشينا في دشينا برمضان وكان عندنا احنا مشاركه مع مسرح الخليج ان نقدم عمل تجاري للجمهور جماهيري اللي هي مسرحيه وبعدين فشفت الوقت وايد ضيق يعني للعمل اللي انا ابي اقدمه، فقعدت مع مجلس الاداره وكنت ابي اخذ استشارتهم إن انا الحين هل استمر في مهرجان الشباب؟ مع ضيق الوقت اللي انا عندي ومتى ممكن انا راح احدد بروفاتي لانه ما في وقت يعني. <applause> فكان اقتراحهم انه لا بالعكس احنا يعني بنزرع فيك الثقه ونبي نعطيك مهرجان المحلي انك انت تشارك فيه. ما شاء الله كاول عمل اخراجي لك يعني. فتريث الحين خلينا نخلص من العمل الجماهيري بعد العمل الجماهيري قدم على المهرجان المحلي فتقريبا تقريبا يعني بحدود الشهرين يعني طيب هذا اللي بصور ثقه مسؤوليه شغل ضغط عمل اخراج وقت مده شهرين افكار متشتته ما تشوف الاهل تبتعد يعني هذه اللوية الكبيره والدوامه اللي تعيش فيها طبعا احنا الحين قاعد نشوف مع بعض هذه الصور اللي قاعد تنعرض هذا هذا نيرفانا نيرفانا هذا هذا اللي كنا قاعد نتكلم عليه هذا انت قلت لي انت راضي عن نيرفانا ها ايه؟ اي راضي عليك <applause> <applause> هذه نيرفانا نعم انبل هذا طبعا الفنان نعم. عبد الله التركماني اللي كان ماخذ دور الراهب الحكيم والفنان نعم. ميتم بدر آه عبد الله التركماني يعني شاب حبوب ما شاء الله عليه نعم. ويستحق الاشاده في كل لحظه نعم. كان عندنا ضيف قبل فتره حل علينا ضيف في ايام عيد الاضحى كان يتكلم عن العمل ما شاء الله عليه خلق. الله يوفقك طبعا من امثالك يعني ما شاء الله عليكم الله يخليك يعني كان يتبادر الى ذهني سؤال مهم جدا وهو مرتبط ب يعني هذه الدوامه اللي قاعد تمر فيها يوسف دوامه كبيره عادل صح ومسؤوليه صح في النهايه ويكون العرض هو عرض صح يتيم مره واحده وتعب الشهور هذه والمسؤوليه خلاص مره واحده طيب انا ممكن في هذه المره غلط اعطوني فرصه ثانيه وثالثه واتعلم واعلم الكاست اللي معاي صح. اني يعني انا اليوم حملت لقب المخرج المسرحي ولكن لليله واحده و... فقط صح العرض اللي يتم متى ننتهي منه؟ والله هذا اللي احنا صلينا فتره طويله يعني قاعد نتكلم عنه وهذا شيء يذبحنا احنا يعني, يعني نماذج مسرحيه قدمت صح. على مر الدورات السابقه ماتت يتيمه وانتهت وماتت خلاص يعني هي مره ويعني حتى انت يعني هي يوم زين والجمهور اللي راح يحضر لك طبعا نص مثلا عنده اعمال عنده ظروف عنده كثير من الفنانين ودهم يحضرون مثلا كنت وبس بس يسمع في العمل وخلاص يموت العمل كذي لهالسبب احنا عندنا مسرح الخليج العربي يعني وهذا من الشغلات اللي انا وايد سعيد فيها ان تحاول يعني كمجلس اداره قدر الاستطاع ان هذا العمل ما يموت نعم. ان هذا العمل يشارك فيه اذا امكن في مهرجان القرين الثقافي واذا امكن انه يشارك فيه خارج الكويت انه ايضا في مهرجانات دوليه مسرحيه برا الكويت وكذي طبعا هذا شيء يح... احنا احنا نحزن فيه كشباب نعم. انك انت قاعد تتعب في عمل إحنا هذا شهرين في اعمال بروفاتها تم ثلاثة اشهر واربعة اشهر وبالنهايه ليله واحده يقدم هذا العمل ومع السلامه يعطيكم العافيه وينتهي وعرض يتيم وعرض يتيم وهذه المشكله يعني احنا نتمنى من الجهات المسؤوله من المجلس الوطني والثقافه والفنون الاداب والهيئه العامه للشباب والرياضه شيء يعني نشوف انها تتبنى هالاشياء هذه نعم. آه يعني خلينا نقول مثلا في مهرجان في سبع عروض مثلا, مثلا قد قد يعني لقيت استحسان جميل من الجمهور آه فيها رساله وايد جميله يسوون يعني هذا اقتراح طبعا وانا يعني هم شنو يشوفون لا بد ان ياخذ بعين الاعتبار ان شاء الله يا رب ياخذ انزين هذا الاعمال يعني يتبنونها نعم. مو شرط يكون حتى عمل انه تجاري ان الجمهور يحضر له بفلوس وشيء حتى لو كان شيء رمزي نعم. انزين بس انه يكون في مثلا نشاط صيفي مسرحي كذي ان هذه الاعمال تعاد مره ثانيه للجمهور طيب عندي اسئله على, على الواتساب اوكي طبعا الاول مو سؤال ولكن تحيه يعطيكم العافيه على البرنامج وعلى اللقاء احلى تحية لاخو يوسف وهذه التحية من اخوك فهد الشطي كاتب أكاديمية المسرحي فهد الشطي اتمنى توصل اتمنى توصل هذه الرسالة الى اخو يوسف فاتمنى ان قريناها وتكون واصلة. عندي سؤال ثاني يعني هذا السؤال هل انظلم يوسف البغلي بنتائج المهرجان المحلي مسرحية نيرفانا كانت قمة الابداع وكنا نامل جائزة افضل مخرج وافضل عرض متكامل تكون لك ودائما الى الامام ايها المبدع. هل انظلم يوسف البغلي في الـ والله احمد انا ما ابي اقول انا انظلمت او ما انظلمت، نعم. طبعا هذه بالنهايه هي لجنه تحكيم زين ومكونه من اساتذه ومن دكاتره وهم لهم وجهه نظر يعني نعم آه انا بالنسبه لي بالنسبه لي انا لله الحمد جائزتي آه اخذتها من من الجمهور يعني نعم. ومن ما كتب ومن النقاد ومن الدكاتره، وطبعا مو المهم ان انا اخذ درع واقول انا اخذت جائزه افضل مخرج لا. او افضل عمل متكامل انا كان بالنسبه لي المهم ان انا اقدم عمل يشرف مسرح الخليج العربي ويشرف مهرجان القرين خاصه ان احنا عندنا ضيوف جايبين يعني المهرجان يقول لنا ضيوف من خارج الكويت صحيح يعني صحيح صحيح فان احنا نقدم عمل يليق في هذا المهرجان وانا قلت لك كان بالنسبه لي هذا تحدي بيني وبين نفسي انا ان هل انا اصلح طبعا تصلح. زين ان انا اكون مخرج او لا والله الحمد يعني ان شاء الله وحتى قلت لهم هذه ان شاء الله نقطه البدايه انا بالنسبه لي وان شاء الله راح اقدم اعمال افضل من بإذن من, الله. من هذا العمل. خليني يعني بشكل سريع جدا ايضا اذكر لك ان هناك تحيه من المملكه العربيه السعوديه عبد الله بن محمد الفرج يوصل السلام أوه. لك. الله يسلمك والسؤال اللي قبل شوي اختكم نوره العازمي كانت ايضا توجه لك هذا السؤال. ايضا عندي بشكل سريع جدا على تويتر هذا واتساب. اوكي. خلينا نشوف تويتر شنو الرسائل اللي وصلت لنا. للامانه كثير من ماكو كونكشن <applause> كثير من الرسائل اللي قاعد توصل لنا يعني عن طريق الواتساب وهذا اندل فانما يدل على يعني مشوارك وعلى الله ابداعك كلمه اخيره حاب توجهها لسادة المشاهدين من خلال برنامج اهل الديره اول شيء احب اشكركم الله يسلمك اشكر الاستضافه الجميله هذه تشرفت في تواجدي معاكم في قناه الكوت صاحب مكان ما يحتاج متى ما تبي حق اهل الديره افتح الباب باب كاف الله يسلمك الله يسلمك الله, الله يسلمك يسلم. <applause> فكل الشكر على الاستضافه هذه آه، انا بس احب ادعي الجمهور الكريم اللي هو الجمهور ما اقول الجمهور الاكاديمي الجمهور العام نعم يعني الجمهور شو اسمه لحضور المهرجانات للاسف في 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 قله يعني ما في تغطيه اعلاميه على مهرجاناتنا الاكاديميه. هل الاعلام يعني ظالمكم في ال... انا اقول لك اياها، يعني احنا الاعلام نشوف بالصحف بالجرايد اثناء المهرجان فقط لا غير أن قدم العمل وشيء، فانا اتمنى بالعكس يعني سنه من السنين مهرجان مهرجان المحلي سوى دعايه وايد جميله وشفنا جمهور ضخم وكبير يعني والجمهور يعني احنا راح اقول لك سالفه صغيره بس كان يحط دعاية المسرحيات في السينما ما شاء الله اي يعني لما تحضر تشوف دعاية المسرحيات في شغلها وكذا فشفنا جمهور ضخم كبير يعني وياني واحد من من الشياب قال لي انا تفاجات قلت له لي ليش يبا قال لي تفاجات ان عندنا في الكويت مسرح يعني يعني يقصد النوع و... الاكاديمي النوعي وبهالشكل هذا طبعا اي على مستوى النص على مستوى الت... ال... الاخراج وعلى مستوى التمثيل على مستوى السينوغرافيا والصوره وكذي وايد وكثير طبقه كبيره من المجتمع الكويتي ما تدري ان احنا عندنا مسرح اكاديمي وعندنا صحيح. اعمال مسرحيه بشكل راقي يعني اغلب الظنون البعض يعتقد ان المسرح هو المسرح اللي يقدمها وين اروح يمين لا <applause> لا, لا, لا 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 طبعا ما ابخص حاج... <applause> لا اي اكيد وانا ما ابخص حق المسرح التجاري <applause> ولا لا جمهوره وهو يبي يروح مو البسط. هذا المسرح اللي قاعد نتكلم لكن اي في مسرح بشكل ثاني واتمنى يعني اتمنى الجمهور يحضر ويشوف يعني المجتمع الكويتي خل يحضر ويشوف الطاقات اللي احنا موجوده عندنا وشنو الاعمال الراقيه اللي فيها رساله وايد قيمه قاعد نقدمها احنا للجمهور المفروض يكون متواجد يعطيك العافيه الله يعافيك وانت شاب مبدع ومميز ويعني ابدعت في مجال المسرح ايضا الدراما وايضا الاخراج المسرحي وان شاء الله يا رب في المستقبل نرى لك اعمال مميزه بهذا الرقي اللي انت قاعد تتكلم عنه خلص الجزء الاول وللاسف الوقت يمضي وكي. بسرعه بس ولا حضرت. بعد اذنك الوقت لك الو... بعد اذنك انا بس طبعا حاب اوجه أه تحيه وشكر كبير لمجلس اداره مسرح الخليج العربي نعم. على الثقه اللي اعطوني اياها في المشاركه في هذا المهرجان وتحيه كبيره 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 تحيه حب لفريقي الكاست كامل من المؤلفه الى اصغر شخص في هذا العمل واحب ابارك لكل من خذ جائزه في هذا المهرجان ان شاء الله يا رب وان شاء الله لنا موعد ان شاء الله قريب في المهرجانات القادمه باذن الله يعطيك العافيه كل الشكر والتوفيق لك, لك. مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا هذا الجزء الاول راح نستقبل في الجزء الثاني المخرج علي العلي والكاتب محمد الكندري انتظروني من بعد الفاصل